ربما إن بحثت في قاموس كرة القدم عن وصف للقاء الزمالك وسيراميكا الذي يجرى بعد قليل، ستضطر أن تنظر إلى نتائج المواجهات التاريخية بين الفريقين، لكن بالبحث عن نتائج تلك المواجهات ستجد تفوقاً تاريخياً للفارس الأبيض. التقى الفريقين في 4 مناسبات لم يعرف الزمالك فيها إلا الفوز. التفوق التاريخي على سيراميكا لا يلغي صعوبة اللقاء. القائمة التي أعلنها البرتغالي فيريرا تنتظر منها الجماهير انتصاراً جديداً. القائمة تضم محمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمود حمد الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد حسام بيسو، وفي خط الوسط إمام عاشور وإسلام جابر ومحمد أشرف رؤى ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله، وفي خط الهجوم يوسف أسامة وعمر السعيد وسيف الجزيري. الزمالك لم يكن محظوظاً بالإصابات التي ضربت الفريق على مستوى خط الدفاع، لكن ثقة الجماهير في اللاعبين بلا انقطاع. مباراة اليوم يدخلها الزمالك بطموح الفوز فقط من أجل صدارة يحتلها الفارس الأبيض ويرفض التنازل عنها، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري. يبحث الزمالك عن الانتصار وجماهير الفارس الأبيض في الانتظار. اهلا بحضراتكم من جديد، ومنورنا في الاستوديو استاذ عبد الفتاح احمد الناقد الرياضي. اهلا بيك يا فندم في بيت قناه نادي الزمالك. اهلا وسهلا استاذ محمد، وشكرا على الدعوه الجميله دي، وبهنئكم طبعا فرصه يعني على التطوير الجديد للقناه، وان شاء الله يستمر ارضاء جماهير الزمالك وكل الجماهير العربيه. عايزين نتكلم في اكتر من حاجه داخل ملفات نادي الزمالك، ولكن هنبدا بالاهم دلوقتي اللي هو اللقاء اللي هيكون خلال ساعات الساعه 9:30 الزمالك وسيراميكا. شايف اللقاء هيبقى عامل ازاي مع نادي الزمالك، وايه السيناريو اللي شايفه ممكن يحصل في اللقاء؟ هو طبعا مباراة صعبة، مفيش مباراة سهلة، يعني مهما كان الطرف الثاني انت بتلعب مين، كل مباراة صعبة. صعبة ليه؟ لان انت بتلعب على الثلاثة بونت لازم تفوز بيهم، فده برضو بيولد شوية ضغط على اللعيبة، الفوز بيجيب فوز، فانت بتبقى صعبان عليك ان انت بتحقق انتصارات، ويصعب عليك قوي ان انت ايه يحصل دروب، فده برضو بيولد شوية ضغط على اللعيبة. لكن انا اعتقد ان مستر فيريرا بيبقى مثالكم طبعا من خبرات كبيره جدا، وبيجهز اللعيبه لده، لان حتى احنا بنشوف كل يوم يوميا بنقرا اخبار ان فيريرا قعد النهارده مع اللاعب وبكره بيقعد بيعمل جلسات على طول، يعني عقب كل تدريب اتكلم في جلسه مع لاعب او اثنين يوميا بيعمل الموضوع ده. فانا اعتقد طبعا ان المباراه زي ما بقول لحضرتك هتبقى صعبه، هي طبعا صعبه لامور ثانيه كتيره، اهمها طبعا الغيابات اللي الزمالك بيعاني منها من فتره طويله. غيابات كتيره، انت تقريبا عندك فريق كامل يعتبر غايب عن نادي الزمالك، ست لاعبين يعني، لا ولاعيبه اساسيه ما انا بتكلم لاعيبه اساسيه طبعا ولاعيبه كبار. طبعا اي فريق في العالم لما تقول بيغيب عنه 3-4 لعيبه بس، مش هنقول 6 و7، ده بيأثر. وفي كل المراكز عندك في حراسة المرمى، احنا عندنا كلاعيبة كعدد لعيبة 8، لكن كمراكز 6، عندك 2 باك رايت و2 باك ليفت وحارس مرمى و2 مدافعين في كل المراكز، وفي نص الملعب 2، فما كل المراكز عندك فيها للأسف نقص لسبب الإصابات الكتيرة اللي بيعاني منها الفريق وأسباب أخرى. لكن نرجع نقول تاني إن شاء الله فيريرا يحط السيناريو اللي يحقق ليه الفوز، واتوقع ان سيراميكا برضو الانديه اللعيبه هي دي تبقى غريزه في اللاعب، يعني اللعيبه بتوع الانديه الاخرى لما بيلعبوا قدام الزمالك او الاهلي بتبقى غريزه فيهم ان هو عايز يتالق قوي قدامهم، لان دي بتبقى مباراه متشافه، الناس عارفه، اللعيبه بتبقى عارفه ان المباراه دي كل الناس بتشوفها. طب اسال حضرتك بشكل تاني، هل سيراميكا هينزل يضغط على الزمالك ويلعب كره مفتوحه، ولا هينزل يلعب دفاع منطقه ويحاول يخطف بهجمه مرتده؟ ما اعتقدش، لان مدربهم برضو احمد سامي مدرب كبير واعي على فكرة، يعني محترم جدا. وعنده فكر كويس. انا لو اي حد مكانه يعني في التدريب، ما ينفعش ان انت تبدا مع الزمالك فاتح قوي، لان هو الزمالك برضو هيبقى نازل ضاغط، فهو عامل حسابه ان الزمالك نازل ضاغط عشان يجيب هدف مبكر يريحه. فاحمد سامي اكيد تعليماته هتبقى للعيبه ان احنا نهدف الاول، نقفل،
ناخد حماس الزمالك يعني عايز يعدي اول ربع ساعه طبعا بدون ما تهز شباكه، وتبقى خطته زي ما حضرتك كده بتقول ان احنا في هجمه مرتده، هجمه سريعه نقدر مع لعيبه تقدر تصنع. ما هي دي هو ده المدرب، دي خطته ان هو عنده لعيبه سريعه. طب كمان كابتن احمد سامي اللي هو بيعرف يوجد لاعبين يعملوا له التحول من الدفاع للهجوم في كل الاماكن اللي كان فيها، وتحديدا مع سموحه وسيراميكا كمان بيعرف يجيب لعيب يعمل له تحول من الدفاع للهجوم عشان يقدر يضرب المساحات كلها. اخذ السنه اللي فاتت لعيبه كانت في انديتها لسه هتبدا، مصطفى فتحي وعبد القادر مع سموحه، خلاهم يعملوا ثنائيه كبيره جدا ويقدروا يتحولوا من الدفاع للهجوم. الزمالك بيلعب دفاع متقدم وشفنا ده مع فريرا الفتره اللي فاتت، 3 ورا 3 4 3 خطه هجوميه بحته، لو لعبناها هجوم بشكل صح تتعب اي منافس قدامك، ولكن في حاله الدفاع بتاعها وانت دفاع متقدم وضغط جيد جدا، لو حد عمل لونج بول او لونج باس وانت مش مركز انفراد بمنتهى السهوله، وشفناها في اكتر من ماتش، لو اوف سايد ما اتضرب، لو ميس باس او حاجه او خطا بتشوفها على طول انفراد. النهارده فريرا يقدر يتعامل مع ده ازاي؟ هو هيبقى فيه تعليمات طبعا للخط الدفاع والوسط بالذات الدفاع، يعني ان هم لازم يبقوا مركزين جدا، ما يضربوش بسهوله، يعني اي ضربه اي ضربه زي ما حضرتك بتقول، لان سيراميكا فريق محترم وفريق محترم جدا لو كمان. عنده محطات كويسه بس الموسم محطه عاليه، يقدر يستلم ويريح، تلاقيه قدام مرمى الزمالك في اي وقت، علشان كده لازم تبقى حريص وانت بتلعب. هو 3 4 3 كل الانديه الكبيره والمنتخبات الكبيره بتلعب بيها دلوقتي، يعني دي الطريقه الافضل، يعني ان انت حتى لو بتلعب 4 في حاله الهجوم بيشتغل 3 او 4 3 بيهاجم بشكل اكبر. ما هي طريقه هجوميه وانا عايز اكسب. انا عندي اللعيبه اللي عندي اكتر لعيبه مهاريه مش لعيبه مدافعين. هي الفرقه الكبيره كلها بتلعب بيها لان هي طريقه للفوز، هي دي اللي بتحقق الفوز. لكن زي ما حضرتك بتقول يا استاذ محمد، هي محتاجه حذر دفاعي، لان في ثانيه هتتضرب هتلاقي انفراد عليك. طب اسال حضرتك حاجه هنا، وهل هنا التعليمات تكون مع خط الدفاع فقط، ولا هنا تبقى برضو التعليمات الشديده جدا على خط هجوم الزمالك وخط النص اللي ما سيبش حد يلعب لونج بول باريحيه؟ يعني انا من البدايه ما اسمحش لحد يستلم، يعني انا شفتها في ماتش القمه وفي ماتش البنك الاهلي، انا بدي اريحيه للمدافع للباك او المساك او ايا كان المدافع بتاع الخصم يستلم ويعدل ويبص ويخلي الفرود يجري ويلعب له، انا المفروض ما اديش فرصه. الاريحيه دي الكامله دي انا خليه يلعب لونج بول مش مظبوطه، فهي تطلع بره يا تبقى اسهل على المدافع بتاعي. ما انا اعتقد ان هو غلط. لا بس كلامك صح ومظبوط. انا بحس بنظلم خط الدفاع، ما هو خط الدفاع واخد تعليمات العب دفاع متقدم. الوسط وخط الهجوم لما يضغط على سيراميك او في اي مباراه، يعني انت بتريح الدفاع وبتريح الوسط لو انت فعال قوي، واي لاعب دلوقتي هو المهاجم ملوش دور دفاعي، المهاجم له دور دفاعي بس يضغط صح. مش ما يبيعش نفسه، مش يروح يزحلق وخلاص، لا ما يعملش مجهود بدني عالي. انا ساعات بشوف مهاجمين كتير يقعد يجري يجري يجري، هو بيجري بلا معنى يعني. لا يتقفل صح. هل ده يكون اكتر لتدريب معين فريرا يشتغل مع اللعيبه على الجزء ده، ولا المفروض اللاعب يبقى خلاص بقى واعي بده جدا من غير ما يقعد فريرا يفكروا بيه دايما؟ بص، هي بترجع رؤيه لاعب. ما هو ايه اللي بيخلي مثلا لاعب عالمي وبيخلي لاعب على قده وبيخلي لاعب، رؤيه اللاعب نفسه لما بيبقى معاه الكوره او قدامه الكوره، انا اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ التصرف اللي انا هاخده ده هي ده اللي بيفرق لاعب كبير قوي من لاعب متوسط المستوى. ده ما هو كل لعيبه الكوره في الاخر اسمه لاعب كوره، يعني محمد صلاح اسمه لاعب كوره، اقل لاعب تاني برده مع احترامنا للجميع اسمه لاعب كوره، بس فين محمد صلاح وفين التاني؟ بالفكر بقى اللي هو الفكر. انت قصدك ان المدرب مش هياكله الكوره بالمعلقه؟ هو المدرب هيقول له تعليمات طبعا، لكن بس انت مش هيفضل ماشي بودنه بالظبط. وانت ولما تحط في موقف، ما هو في اللاعب لما تحط في موقف بينسى اصلا هو اتقال له ايه، بينفذ من دماغه. وطبعا احنا برده عندنا مشكله ان احنا الناشئين عندنا في مصر ما بنعلمهمش صح من صغرهم، يعني لسه برضو ايه بدات شويه، يعني لكن اول ما اتولدت من اول ما اتولدت واحنا بنسمع الكلمه دي بتتقال بقى احنا بنقولها بس من اول ما اتولدت ونقعد نقول والله العظيم بجد انا مش قصدي حاجه، بس انا قصدي ان احنا جرت العاده ان بقى في تصريحات كده او في بعض الجمل بتتقال بديهيه وماشيين بقى كلنا الاصل يا جماعه عندنا التحكيم المصري بعافيه، فكل الناس بعافيه التحكيم المصري بعافيه، عندنا المهاجم المصري مش موجود. مع ان في كاس العالم ما رحنا قال لك المهاجم المصري، مع ان كان في مصطفى محمد ساعتها بس ما كانش في الزمالك وما اتخدش، فقال لك ما فيش مهاجمين
مصريين. دلوقتي ما فيش في مصر باك رايت، ما احنا ما دورناش يا جماعه، واحنا لازم الباك رايت يكون بيلعب في زمالك او اهلي او اسماعيلي او بيراميدز. ممكن الاقي الباك رايت ده بيلعب في المنصوره اصلا، صحيح. ممكن الاقي الباك ده بيلعب في مكان تاني. وعلى فكره انا شايف المسابقات كانت بتطلع لنا لعيبه كبيره. انت عندك كان في لعيبه كبيره بتلعب في انديه صغيره او لعيبه او في انديه مش دوري ممتاز، تلاقي في الكاس زمالك بيلاعب فرقه من الدرجه الثانيه او الثالثه فيشوفوا لاعب فياخدوه. الفرقه بتلعب في حته نفس الكلام. اكبر مدافعين على فكره جايين بالشكل ده، اكبر لعيبه خط النص جايين بالشكل ده. الزمالك لاعب لاعب فرقه في مكان فاكتشف ان لا اللاعب ده ممكن اخده. هنتكلم اكتر عن الموضوع ده وازاي نوجد حلول ولاعيبه من داخل القطاع تضيف للنادي وكمان للكره المصريه، بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا. لسه مكملين مع حضراتكم وانا مستمتع جدا مع استاذ عبد الفتاح احمد، وكنا بنتكلم قبل الفاصل على نجيب لعيبه او نقدر نوجد لاعبين كتير جدا من اللعيبه المصريين او من الدوريات او من بعض مراكز الشباب او من المحافظات الكتيره جدا. بالتالي ده يودينا كمان لسؤال، الزمالك يقدر يعوض رحيل بن شرقي ازاي؟ بص، موضوع مواهب ولاعيبه كتيره ده مش عايزين نتكلم فيه لانه ده مفروغ منه. يعني انت عايزين سنه، عايزين نعمل برنامج مده سنه 110 مليون يعني تقريبا تقدر تطلع منهم. ده في بلاد ما بتكملش المليون، انت 110 مليون ما شاء الله يعني. فعايز لو عندنا مواهب، احنا مليون في المية عندنا مواهب يعني، بس انت بتسعى ان انت تطلع المواهب دي، هي دي المشكله. احنا لما كروش كان مدرب المنتخب وكان بيطلع لعيبه، ولعيبه بالنسبه لنا برضو كانوا جداد يعني، فبقينا مستغربين وناس انتقدته، ايه ده بيلعب فلان مساك، ده بيلعب، رغم طبعا كان مضطر لان كان في غيابات وفي اصابات. لا بس الناس بعد ما انتقدت قالت له الله دلوقتي بقى عندك حق. دلوقتي بقى ده احنا شو اسكت، مش كنت عندك حق يا كيروش؟ طبعا كنت ضد رحيله طبعا تماما يعني، كفايه انه عمل لك صف تاني. بس بعد التصريحات اللي قالها دي بقيت مع رحيله بعيدا بقى عن الموضوع يعني الاداري يعني ايا كان الكلام اللي قاله ده كلام يعني شغل مش لطيف. فكره اللي هو ايه، انا كنت عايز اكون موجود في بيننا خلاف وانا مشيت، طب انا هقول بقى كل حاجه. انا ما بحبش ده وما بحبش العقليه دي. انا كنت متخيل ان هو عقليته اكبر من كده بكتير. ليك حقوق تقدر تطالب بيها، بس ما تطلعش تقول تصريحات وتهاجم الكره المصريه. تهيألي يعني بص استاذ محمد، احنا ما نعرفش الكواليس فيها ايه، اكيد في اسرار ثانيه وامور ثانيه احنا ما نعرفهاش. الموضوع مش انت ممكن مسموح تضغط على يعني اتعرض لضغوطات، مش اتعرض لحد ضغط عليه، لا ضغوطات نفسيه. هو ما كانش عايز يمشي، هو كان عايز يكمل. مش مشكلتنا، لا يمشي ما يمشيش دي مش بتاعته. هو العقد بتاعه كان بيقول انت حضرتك عايزينك توصلنا كاس عالم، وكان بيطلع في كل انترفيو يحسسنا ان هو بيدينا فلوس، يقول لك انتوا عندكم ليه عندكم كاس العالم، انا هديكوا كاس العالم. كاس العالم في الاخر من خلال تجاربه يعني، هو كان عنده شويه ثقه في الاخر وصل ما وصلش. الطريقه اللي خرجنا بيها دي كلها مش بتاعتنا. لو جينا على الورق حضرتك ما عملتش مطلوب، فانت ده المفروض يتخصم منك فلوس، يعني مش مطلوب. فهنا انا اما اتكلمت في الحوار ده قبل كده قلت يا جماعه احنا لازم نظبط عقودنا مع اي حد. صح. جاي بص حضرتك، انا هديك رقم خمسه، هديك خمسه، لو وصلتني لكل اللي انا محتاجه هديك 10، ما وصلتنيش لحاجه هديك ثلاثة اصلا مش هديك خمسة. وصلنا لبطوله واحده هتاخد الخمسة. فهو ده اللي لازم، العقد ما يكونش مجرد فلوسه بس، يكون مقابل. صح. حاجه عملناها، مقابل نتائج، مش مقابل ان انا وصلت الفاينل. يا فرحتي، الناس مش تفتكر مين وصل الفاينل، تفتكر اللي وصل اللي اخذ النهائي او وصل كاس العالم. الزمالك يقدر يعوض بن شرقي ازاي؟ الزمالك يعوض بن شرقي من خلال اللي بيعمله فريرا ده، ومن خلال لازم برضه نكون صراحاء مع بعض يعني، اللعيبه الصغيره على عيننا وعراسنا ومواهب ولاعيبه المستقبل كله ليهم، ولكن لسه قدامهم الناس كلها أشد فتره منهم علشان ينفجروا. أيوة في الملعب. تمام صحيح، لحد ما يديلك بقى يوصل للنضج الكروي يعني ان انت تقدر تعتمد عليه بشكل اساسي. فانت لازم تعوض. لا المفروض يحصل السنه الجايه، بس الكلام ده للشباب مش الناشئين. المفروض النضج ده يحصل السنه الجايه، مش هنستنى لحد ما عندك 29 سنة. وقت احنا لا، اصل في برضه حاجة غريبة، تلاقي اللاعب عنده 29 سنة ولسه بس لسه هينضج امتى؟ وخلاص ده هيبطل بعد 3 4 سنين. فاحنا لا يعني المفروض ما يوصل 23 سنة 24 سنة خلاص يكون في قمة النضج وقمة التألق. فدي رسالة للاعيبة الشباب ان هم يركزوا في الملعب وفي التدريب. بترجع بقى كمان المدرب اللي وراه، الوكيل بتاعه،
اداره النادي اللي شغال معاها، كل الناس دي عليها ادوار، ان انت لازم الناشئ اللي عندك ده لازم تخليه يوصل لمرحله النضج دي في اسرع وقت عشان تقدر تستفيد منه بشكل كامل. نرجع لبن شرقي، بن شرقي هيأثر طبعا، هيأثر فنيا اكيد، لان انت اصلا عندك مشكله ان انت عندك نقص يعني في مراكز كتيره وفي غيابات كتيره. لا ما هو لسه برضو عشان بس ما نقلقش الناس، لسه ما فيش تاكيد هو العقود الموجوده ان هو مكمل لنهايه الموسم. هنشوف بقى ايه اللي ممكن يحصل مع وكيله، اللي ممكن يحصل مع المحامي بتاعه، هو هيطلب ايه، اللي ممكن يحصل الفتره اللي جايه. ولكن الزمالك قايل انا معايا لنهايه الموسم. هي الازمه اللي احنا واقعين فيها مش كزمالك بس، احنا ككره مصريه، احنا اللي موقعين نفسنا فيها من خلال التواريخ الغلط اللي احنا بنلعب بيها. احنا مالناش دعوه كزمالك، احنا بنتكلم على الاتحاد المصري بشكل كامل. يعني انت تخلص في تقريبا 30/8 على ما اظن، 30/8 اخر لقاء، والدوريات هتبدا قبل كده او هتبدا في هذا الوقت، في هذا الوقت الدوري القطري يعني 1/8، كل دوريات اوروبا يعني كله هيبدا في هذا التوقيت اول 8. فاي نادي هيعمل صفقه اكيد هيكون محتاج اللاعب قبلها بشهرين، بشهر يبدا يخش في الحاجات ويتاقلم معاهم ويشوفوه، فدي مشكله. فاحنا هنقع هنا بقى، هل هيكون في بين اللعيبه او بين النادي واللعيب تفاوض؟ هنفهم الايام اللي جايه. بس عشان نطمن كمان زي ما عودنا جماهيرنا على بعثه منتخب مصر في الجزائر في دوره العاب بحر المتوسط، بعثه المصريه كلها في كل الالعاب، معانا استاذ احمد الاحمر. اهلا بيك يا فندم، مطمنا النهارده على البعثه المصريه. محمد وضيفك العزيز الاستاذ عبد الفتاح احمد، تحياتي لكم كلكم. احنا حاليا موجودين في مطار احمد بن بيلا في مدينه وهران بالجزائر. لسه علي زين نجم منتخب مصر لكره اليد لسه واصل حالا دلوقتي، وكان في استقباله المهندس هشام حطب رئيس اللجنه المدنيه المصريه، والدكتور باسل عبد الله عضو مجلس اداره اللجنه المدنيه المصريه ونائب رئيس البعثه، وتم اهدائه درع اللجنه المدنيه المصريه وتكريمه واستقباله بالورود في مطار احمد بن بيلا في مدينه وهران على تفويضه طبعا وفوزه مع نادي تشامبيونز ليج رقم دوري ابطال اوروبا لكره اليد. استاذ احمد، استاذ احمد الشبكه فصلت عنده، فيا ريت لما يجهز معانا تاني يكون موجود، اللي احنا بنهتم جدا بالرساله اللي بتكون موجوده معانا، المداخله الجميله من استاذ احمد الاحمر، بنعرف منها كل التفاصيل اللي بتكون موجوده من البعثه المصريه في وهران، بنحس ان احنا موجودين معاهم. استاذ احمد سامعني دلوقتي؟ استاذ احمد الاحمر سامعني يا فندم دلوقتي؟ ايوه سامعني. سامعني يا استاذ محمد؟ سامع حضرتك. التكريم سامع حضرتك كويس جدا، التكريم لعلي زين علشان طبعا البطوله مهمه مع برشلونه بالتشامبيونز ليج كره اليد. يعني علي زين حتى هو مبسوط جدا وسعيد بالاستقبال دوت، طبعا وقعدت تشوفوا الماتش حطب على الاستقبال واللفه الجميله اللي حصلت ديت. وطبعا علي هينضم لمعسكر المنتخب، وكان وصل قبليه بساعتين محمد سند قادم من فرنسا عشان ينضم، هو دخل لمعسكر منتخب كره اليد الاول. كده اكتمل الصفوف في المنتخب وجود علي زين سند، وان شاء الله يكونوا موجودين في الماتش اللي هيكون بعد بكره ان شاء الله. النهارده منتخب كره اليد قدر يفوز على صربيا في ثاني مباراه ليه، يبقى وكان فاز امبارح على ايطاليا. منتخبنا على ايطاليا. منتخب مصر لكره الطائره للسيدات ايضا فاز على منتخب تونس النهارده نتيجه 3-1، واصبح في المركز الثاني في المجموعه. كده مباراه المجموعه خلصت، اليونان مركز اول ومصر ثاني، ومنتخب مصر تاهل دور الثمانيه. عندنا برضو النهارده في منافسات تنس الطاوله، تاهل عمر عصر فردي لفردي الرجال وفردي السيدات، تاهل عمر عصر واحمد صالح للدور الثاني بعد ما نجحوا ان هم يفوزوا في المباراتين في الدور الاولاني، وهنا جوده ايضا فازت في المباراتين وتاهلت. ما شاء الله. لسه منتظرين حاليا نتيجة آخر مباراة عشان تحدد صعود دينا مشرف، لأن دينا مشرف فازت في مباراة وخسرت مباراة، وبناء على آخر مباراة هيتحدد صعود دينا مشرف للدور الثاني. كان في لسه عندنا شيماء عاطف في المصارعة، خسرت مباراة الدور قبل نهائي المصارعة الحرة وزن 53 كيلو جرام، وهتلعب على الميدالية البرونزية بكرة إن شاء الله. عندنا برضو في منافسات الملاكمة السيدات مرة يعني في هي للسيدات بنشوف لاعبه بتتاهل للدور قبل النهائي في دوره العاب البحر المتوسط. انا اسف، في لعبه ايه عشان الصوت بس فصل عند اللعبه؟ يمنى عياد بتتاهل لنصف النهائي منافسات الملاكمه
ودي اول مره تحصل ان في لاعيبه مصريه تتاهل للدور دوت. حلو جدا. يعني هي دي ابرز النتائج في مصر النهارده وان شاء الله. انا برضو عايز اطمن من حضرتك على بطلنا يوسف بدوي طبعا الحامل الذهبيه بعد الاصابه اللي جات له. في طلب من الدكتور ان هو لازم يرتدي وقي الرقبه لمده 10 ايام فطمنا عليه. هو النهارده يوسف بعد مباراه النهائي امبارح تم احتجازه في المستشفى وفقا لطلب اداره المستشفى اللي تم نقله ليها قبل المباراه النهائيه. وبعد المباراه النهائيه وفوزه بالميداليه الذهبيه توقف في المستشفى مع طبيبه البعثه الدكتوره امانه عبد الفتاح وخضع لبعض الاشعه تنويم بغضاضيف على الرقبه وعلى الراس وكان لسه بيعاني من شويه اهتزاز عدوله ثاني مره اخرى تم تعليق المحاليل دي والحصول على بعض المضادات الحيويه وكده عشان اللاعب يقدر يحافظ على اهتزازه مره اخرى والنهارده خرج الصبح وفي توصيه من الطبيب بارتداء وقي الرقبه دوت لمده 10 ايام وبعد 10 ايام يعيد مره اخرى التحاليل والاشعه علشان الاطمئنان على حالته. هو حاليا متواجد في القريه المتوسطيه مع البعثه المصريه وتحت اشراف البعثه الطبيه اللي بتتابعه اول باول وكان امبارح طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان كان الماتش حصل مشاركه اللاعب في المباراه النهائيه وقال انا مش هضحي بلعيب بعد الاصابه سواء اللعيب اصر يكون موجود يعني هو مش اصر اللعيب هي الاشعه اللي اتعملت له قبل المباراه اوضحت ان هو ممكن يخوض النهائي والفريق الطبي قال كده ولما الماتش كان حصل اجتمع مع اللعيب كان عنده رغبه كبيره جدا الحقيقه يوسف بدأ ان هو يخوض المباراه وكان متحمس والرغبه دي كانت واضحه جدا في اللقاء الفاينل وقدر يجيب لمصر ميداليه ذهبيه. انا عايز اعرف من حضرتك كمان كده حتى الان ترتيب مصر في جدول البطوله ايه؟ احنا كنا الخامس من يومين الترتيب الثالث بين الثالث الحمد لله حاليا في الترتيب الثالث الترتيب الثالث عدد الميداليات الذهبيه لان الترتيب بيتحسب بالميداليات الذهبيه الجزائر اول وتركيا ثاني ومصر ثالث وايطاليا رابع لكن النهارده ان شاء الله عندنا امل في مزيد من الميداليات في المصارعه عندنا اثنين نهائي المصارعه ان شاء الله النهارده نقدر نضيف ميداليات اكتر بس عايز اتاكد من حضرتك من معلومه حضرتك قلت ان علي زين وصل من دقايق وقلت اللي سند وصل مش سند كان موجود في ماتش ايطاليا؟ لا ما كانش موجود علي سند وصل النهارده الصبح وصل النهارده الصبح اوكي قلت بس اتاكد من حضرتك من معلومه لا شفت اسمه في ماتش ايطاليا فهنشوف سند لسه واصل من ساعتين تقريبا من فرنسا مطار هنا احمد بن وتوجه للمعسكر الفريق لان منتخب كره اليد مقيم خارج القريه المتوسطيه هو كل المنتخبات كره اليد يعني والله يعني نتمنى تكون دورة مميزة للبعثة المصرية وشكرا لحضرتك جدا على المداخلة القيمة اللي بتقولها لنا كل يوم في برنامج أخبار دفق قناة الزمالك أستاذ أحمد الأحمر شكرا ليك جدا نتمنى التوفيق للبعثة المصرية حتى الآن البعثة المصرية في دورة البحر المتوسط عاملين شغل محترم جدا صراحة أكيد طبعا كل التوفيق والتحية ليهم وخصوصا يوسف بطلنا يعني اللي أصر أنه هو يلعب المباراة رغم الإصابة وحتى دلوقتي حضرتك بتقول أنه هو عنده مشكلة في الرقبة ومحتاج واقي في الرقبة فدي الروح بتاعتنا يعني احنا دايما مميزين بالحتة دي ان احنا بنحب بلدنا قوي وعايزين نخدم بلدنا ونرفع راية بلدنا وعلم بلدنا فده اتحقق فعلا وربنا كان كريم معنا ومعاه وفاز بالذهبية يعني ما فاز حتى هو لكل مجتهد النصيب وكمان كلنا بنكون موجودين مع كل الألعاب يمكن أنا شفت أغلب الناس برضو نغمة من النغمات اللي كل الناس بتتداولها في أي وقت بقت موضة أي بطل يفوز بحاجة فالناس تقول ما أصل ما حدش بيفتكر الألعاب دي غير لما حد يفوز ما هو إحنا دايما فاكرين ودايما عارفين ودايما مكملين ولكن اللي بيفوز بيكون ليه احتفال مختلف اللي بياخد ذهب بياخد فضة بياخد برونز بياخد ميدالية في محفل كبير اكيد بيكون ليه احتفال مختلف وبنتكلم عليه علي زين لما اخذ تشامبيونز ليج اتكلمنا وكنا سعداء جدا وتم تكريمه النهارده فده كله بنتكلم عليه كل الالعاب بنكون موجودين الناس في مصر مهتمه بكل الرياضات مهتمه بالابطال الحقيقيه في كل الالعاب مش بس في كره القدم اكيد النغمه دي كان زمان يعني دلوقتي القنوات كتير ووسائل اعلام كتير والسوشيال ميديا كتير الناس بتدور وبتعرف النتائج والاسماء بتنزل مباشر يعني يمكن زمان عشان الاتصال ويعني مثلا عشان تتصل زمان بالجزائر دي كنت تعاني ومشكله وتستنى الطبعه بتاعه بكره عشان في الجرايد نعرف مين كسب مين دلوقتي يوسف معانا هو وطبيبه البعثه طبعا هو بيرتدي الواقي طبعا ألف سلامة عليه فرحت مصر كلها وعرفنا الروح والعزيمة والإصرار بشكل
القوي، عرفنا ما حد يكون مجتهد وتعبان وعنده حلم يوصل للفاينل وهو رايح يجيب الذهب رغم الإغماء ورغم الإصابة أصر يلعب، والدكاترة قالوا إن ممكن يكون موجود. فبصراحة حاجة محترمة جدا، نتمنى الروح دي تكون موجودة عندنا في كل المجالات وكل الألعاب مش بس في الكاراتيه. حابين نتكلم ونكمل كلامنا عن نادي الزمالك والفترة اللي جاية. الزمالك اللقاءات كلها لقاءات كؤوس، سواء في فاينل كاس السنة اللي فاتت، سواء الأدوار القادمة في كاس السنة دي، كمان في بطولة الدوري. عندنا فريرة الفترة اللي فاتت كان عنده غيابات وبدأ يريح لعيبة بإجبار مش مزاجه علشان يبدأ يشتغل، عمل استراتيجي، عرف سر الخلطة مع الشكل الجديد، شوية خبرات من اللعيبة على لعيبة شباب. الفترة اللي جاية هيعود أسماء من اللعيبة اللي كانوا غايبين للإصابات والإيقاف. هل شايف الأفضل يكمل زي ما هو ولا يرجع اللعيبة الأساسية كما كانت قبل الفترة الماضية؟ الأفضل إن هو يكمل باللي يفوز، اللي هيحقق له اللي هو عايزه، عايز يفوز طبعًا. فأنا شايف إن هو الكوتش بتاع الفريق، هو اللي قريب للعيبة، عارف اللاعب ده لما هيرجع من إصابة هيكون في كامل حالته أو لسه مش مستوي، لسه مفيش اكتمال، مش جاهز. مش جاهز، لأن ممكن يكون جاهز طبيًا بس مش جاهز فنيًا وبدنيًا وتكتيكيًا وفنيًا والانسجام مع اللعيبه، كل دي امور بتختلف. الوحيد اللي يقدر يحددها هو طبعا الكوتش بتاع الفريق. فهو حتى اللعيبه اللي هترجع دي، يعني مش عايز اكون متشائم، يعني برضه هيكون في غيابات، لان انت مضغوط جامد. يعني حتى ما تتخيلش انت اللعيبه لما هترجع خلاص هتكتمل سهوله، لا قدر الله، يعني متوقع لعيبه تانية هتسقط. ليه؟ لان انت اجهاد اللعيب اللي بقاله فتره مجهد، واللعيبه الشباب اللي مش متعودين على الضغط العصبي والنفسي مع الفيرست تيم، وده اكيد هيعمل لهم بعض الضغوطات وبعض المشاكل. لان احنا، ما انا بقول لك، احنا وضعنا غريب جدا. يعني ان انت بتلعب، يعني انا مثلا لما تيجي تكتب او تقرا خبر الكاس مصر بتاع الموسم الماضي وده كاس مصر بتاع الموسم الحالي، دي ما موجوده، ما حصلتش في العالم. لسه عندنا سوبر الموسم الماضي وسوبر الموسم الحالي. ما انا بقول لك، يعني ده ما بيحصل. طب السوبر هو ماتش واحد، لكن ما يبقاش عندي كذا ماتش وبعد اتكلم. يعني مثلا فريق لعب بيلعب لسه من يومين الدور اللي لعبه فريق تاني من سنه، دي مش موجوده في العالم كله. يعني انا نفسي اتحاد الكوره او الساده المسؤولين في اتحاد الكوره يغموا عينهم وهم بياخدوا قرارات. مش لازم اعمل حساب لحد، انا رقم واحد، انا اتحاد الكوره انا رقم واحد. انا ما يفرقش معايا الزمالك، ما يفرقش معايا الاهلي، لا، انا يفرق معايا المصلحه العامه بتقول ايه، بتقول كذا، خلاص اخد القرار ده. والمفروض الدوله يعني بتساند الكلام ده، ما اعملش حساب لحد بقى، ما اعملش حساب حتى للسوشيال. انت كده كده هتتهاجم، يعني انت كمجلس اتحاد انت اصلا ما قدمت لناش حاجه، قدم لنا حسنه بقى ان انت تعمل نظام مجلس كويس. مجلس الاتحاد الناس هتهتف له لما منتخب مصر ياخد بطوله او يوصل كاس عالم. طبعا، ما انت عشان تعمل ده يبقى عندك مصلحه. اللي حصل في السنين اللي فاتت ده جه على حساب منتخب مصر. اي مظبوط، ده اللي انا عايز اقوله. اختاروا كفه بعض الانديه على حساب المنتخب ككل. طبعا ده اللي وصلنا بيه بالشكل الحالي، يعني ده اللي حصل للاسف. ما هو انا عشان كده بقول لك لازم اتحاد الكره اعمل الحسنه ان انت تعمل للمصلحه العامه، ولما تعمل المصلحه العامه مع حتى لو الناس بتنتقدك دلوقتي، على المدى البعيد هيعرفوا ان انت كنت صح. ما انت جاملت الناس قبل كده، ايه كانت النتيجه؟ النتيجه ان احنا خلاص ما فيش كاس عالم، ما فيش افريقيا، منتخبك حتى مش ما فيش، بس انت منتخبك دلوقتي ضعيف بدون مدرب، ترتيبك عمال يتراجع تاني بشكل، بقيت السادس تاني في افريقيا تصنيف. فانت ما ينفعش الكلام ده. احنا جايين نلعب اجنده دوليه علشان نحسن تصنيفنا، بوظنا التصنيف. طبعا، ما انت، لان انت، ما انت منتخب، هو ده يعني، مش ده منتخب، مش ده المنتخب. وحتى ما احترمنا برضو المدرب مش السبب. لا هو اصلا ظلم نفسه ان هو واقف. محدش هيتكلم عن المدرب طبعا، يعني هو للاسف كان هو الفكر ضحوا بكابتن ايهاب. نتمنى ليه فتره صعبه، كان المفروض الفتره اللي جايه بصراحه. انا سالت النهارده الجماهير وقلت لهم لو هتقولوا رساله للاعيبه نادي الزمالك قبل اللقاء بتاع النهارده، يقولوا للجماهير ايه؟ تعالى نشوف مع بعض ايه الرسائل اللي بعتها جماهير الزمالك. احمد عيب، مساء الخير عليك يا قدر، سالتي للعيبه انتوا رجاله وابطال، اهم حاجه يلعبوا برجوله وروح وعزيمه واصرار على المكسب، واحنا عندنا ثقه فيكم ان شاء الله نحصل على الثلاث نقاط بالتوفيق لنادي الزمالك الحبيب.
سهيله مساء الخير يا قضا، بحب اقول لهم العبوا بروح وعزيمه واصرار على المكسب، احنا واثقين فيكم، خليكم واثقين من نفسكم يا رجاله، العبوا من اول دقيقه لاخر دقيقه باذن الله هنكسب وهناخد الثلاث نقاط ونحافظ على الصداره ان شاء الله يا سهيله. محمد بيقول تحياتي ليك يا قضا، منور القناه، اشكرك، نلعب بروح وعزيمه ونستغل كل الفرص وعدم الاستهانه الخصم لحصد الثلاث نقاط والاستمرار على صدارة الدوري الممتاز، زملكاوي ان شاء الله، ان شاء الله الفوز للزمالك. ريم مساء الخير يا قضا، طبعا احنا واثقين في الرجاله انهم يقدروا يفرحوا جماهيرهم النهارده، اهم حاجه الروح والعزيمه على المكسب وان شاء الله الدوري في 100 عقبه، ان شاء الله الدوري في 100 عقبه. ولو قلت لحضرتك ايه الرساله اللي تقولها النهارده للاعيبه نادي الزمالك قبل اللقاء؟ الرساله ان هم يحافظوا على الروح والاصرار اللي عندهم للفوز، لان وراهم جماهير بالملايين طبعا بيتابعوهم، ونفسنا نحافظ على الدوري طبعا اللي احنا بنحمل لقبه، وطبعا هتبقى انجاز فوق الانجاز ان انت تبقى فريق ما فيش تعاقدات ومعاقب ان انت ما تعاقدش مع حد، قيد ما فيش تعاقدات جديده، ولجان وتعيينات وامور طبعا صعبه جدا، ما فيش فريق اتعرض ليها ولاعيبه اساسيه بتمشي من عندي ده. يعني الزمالك بصراحه عملنا معجزه السنه اللي فاتت، والسنه دي هنعمل اعجاز، يعني شافها ولا هنعمل ايه، بس السنه دي نقدر نفوز، انا متاكد لاعبتنا تقدر تعمل اللي عليها. انا قلت كلمه في النص، قلت بحس ان اللعيبه الشباب بيستمتعوا في الملعب، قلت بحس اللعيبه الشباب مبسوطين، عندهم شغف عالي جدا، اتمنى كمان كل اللعيبه تلعب بنفس الحماس ونفس الثقه، ياخدوا من روح الجماهير في الاستاد، وان شاء الله النهارده يبقوا ثلاث نقاط جديده تحافظ على الصداره نادي الزمالك. نورتني وشرفتني يا فندم النهارده، وان شاء الله نحتفل بعد اللقاء بفوز نادي الزمالك. شكرا استاذ محمد، وان شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك، وكنت سعيد جدا باللقاء ده، واول مره طبعا اظهر على قناه نادي الزمالك، وسعيد جدا وشكرا على الدعوه الكريمه. نورتنا يا فندم، وشكرا لحضراتكم، دي كانت نهايه حلقتنا، ان شاء الله بعدين على طول هيكون الاستوديو تحليلي مع كابتن عبد الواحد السيد الساعه 8:30، نستمتع بكلنا، ودايما ان شاء الله نهارنا ابيض بخطين حمر ومساءنا ابيض بخطين حمر، ونشوفكم على الف خير في حلقات جايه كتير.